برحله المرض الاول طمني عليك، يعني طمن الناس كلها عليك، كيف هو حالك الان والحاله الصحيه ايه؟ طمني والله عليك. الحمد لله، بس الحقيقه بتعب في مصر لانه انا من يوم ما وصلت ما نمتش، بنام ساعتين في اليوم وحاجات زي كده، وفي مقابلات وفي شغل وفي، لكن الحمد لله يعني انا شايف ان الحقيقه الرحله دي كانت اثبات ان انا دلوقتي في وضع احسن مليون مره عما مارس 2013. الطاقه اللي عندي والانرجي والبتاع، وبعدين طبعا هم دلوقتي قالوا لي خلاص ان انا في حاجه بيسموها ريميشن، يعني انا كنت في وضع، ما كنت في مصر هنا في اخر مره في 2013، مارس 2013 كانت حاله صعبه جدا، يعني ما كنتش قادر امشي حتى يعني اول كده، لقيت نفسي في وضع صعب جدا، وبعدين تعمل كونسلت في امريكا على طول اول ما وصلت.